السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة فيديو جديد هعمل معاكم طريقة الفتة المصري بطريقة سهلة وبسيطة خالص، واي حد مبتدئ هيعملها بسهولة خالص، مش هتبقى صعبة عليه. زي ما احنا شايفين كده شكلها جميل، ومش عايزة اقولكم على ريحتها بقى وطعمها روعة. شايفين العيش ده؟ العيش ده انا هوريكم انا حمرته ازاي. يتحمر بطريقتين، وطريقة سهلة وبسيطة خالص، ونغير كده من الطريقة العادية بتاعتنا. دي فتة مصري كده اللي ما يعرفهاش. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف عملنا أكلة النهاردة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة زي ما احنا شايفين كده عندنا اللحمة اهي، وعندي طماطم للدقة اللي هي الصلصة اللي بتترش على الوش، وعندي كمان تومة كده مفرومة، وعندي رز، هعمل رز ابيض، وعندي طماطم وبصل بقى، وهنجيب ورق لورا وحبهان وكده للحمة. اول حاجة دلوقتي هنسلق اللحمة. سلق اللحمة بقى سهل ومفهوش اي صعوبة خالص، عملناه مع بعض اكتر من مرة. يلا بينا، اول حاجة هنسلق اللحمة الاول. عندي حلة على البوتاجاز فيها معلقة كده من السمنة، هنزل كده باللحمة. السلق العادي بتاع اللحمة، هسيبها بقى كده تتشوح شوية مع بعضها، وبعد كده هنزل عليها ايه بالبصل والطماطم. هنزل عليها دلوقتي كده بالفلفل الاسود والورق اللورة. وادي معانا كده حلة على البوتاجاز هنعمل فيها الرز الابيض على ما اللحمة تتشوح الناحية التانية. هعمل دلوقتي الرز الابيض، دي معلقة زبدة في الحلة، وهنزل عليها بالرز. الرز ده غسلوه ونقعه شوية في المية. هنزل كده بنص معلقة من الملح، وهبدأ اقلبهم كده يتشوحوا مع بعض. التشويحه دي بتخلي الرز مفلفل وجميل. لازم تشوحي الرز كده مع السمنه او مع الزيت على حسب انت بتطبخيه باي ماده دهنيه. هنزل بقى عليه بالميه. نزلت عليه كده بالميه بعد ما اتشوح مع السمنه، وهسيبه يستوي على ما ايه كمان اللحمة قصادنا بتتشوح. هنروح نضيف عليها دلوقتي البصل والطماطم. ونزلت عليهم كده بعد ما اللحمة اتشوحت زي ما احنا شايفين. هسيبهم برضو كمان لحد ما الطماطم تدبل كده مع اللحمة، وبعد كده هزودها مية سخنة. الرز ختم معانا اهو، بقلبه بقى، والعين التانية عليها عليها اللحمة بتستوي. دلوقتي بقى هحمر العيش. اكلة سريعة وبسيطة خالص. وهدي عليه النار كده للنص. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة انا زودت اللحمة اهي، زودتها كده بالمية، مية تكون سخنة عشان اللحمة ما تكشش منك. هسيبها دلوقتي تستوي. ده العيش يا جماعة، العيش البلدي احنا مقطعينه اهو زي ما احنا شايفين كده، قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده، وبنحمره في الزيت في الطاسة عادي. ولو انت مش عايزة تحمريه في الزيت ادهنيه بس كده بالزيت ودخليه الفرن، هيبقى برضو مقرمش وجميل.
انا دلوقتي هحمره في الطاسه على البوتاجاز اهو زي ما احنا شايفين كده، بقى متحمر كده ومقرمش وجميل. هحمر بقى الكميه اللي انا قطعتها. بعد ما حمرت العيش زي ما احنا شايفين كده لونه جميل ازاي ومقرمش وشكله روعه، بعد ما حمرته زي ما احنا شايفين كده ناشف ومقرمش وجميل. دلوقتي هعمل بقى الصلصة كده اللي بالثوم، زي نفسي كده الصلصة بتاعت الكشري، تخلي طعم الاكلة دي حلوة قوي، هي معتمدة اصلا على الصلصة. بحمر كده الثوم، كم فص كده من الثوم حمرهم، معلقة زبدة كده، تقدري تنزلي عليهم برضو بشوية خل زي نفس الدقة بتاعت الصلصة بتاعت الكشري. بعد ما اصفرت معايا كده انزل بالطماطم، دلوقتي الاكلة بتاعتنا خلصت يا جماعة. هنبدأ دلوقتي نرصها كده في الطبق بتاعنا، زي ما احنا شايفين العيش جميل اهو مقرمش حلو قوي، اللي بتقلي في الزيت بيبقى طعمه حلو قوي. اول حاجه هننزل بيه كده، هنبدا كده نفرده كده على اطراف الصينيه. وهنزل كده بمعلقة من الصلصة، الصلصة اللي بالخل والثوم. بعد كده هنزل بالرز، ببدأ كده افرد الرز كده في الصينية وابين الايه العيش كده من الصينية، يبقى شكله حلو من الاطراف كده. اكلة سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص وتغيير. بعد كده بنزل كده بشوية من الشوربة، الشوربة اهي بتاعتنا، هنزل كده بشوية من الشوربة. اكلة جميلة وبقى طعمها حلو اوي، وبقى العيش ايه مش طري اوي ومش ناشف. وبنزل كمان ايه بمعلقتين كده من الصلصة. مش عايزة اقول لكم بقى على ريحة الصلصة كده اللي بالثوم والخل، ريحتها حلوة قوي. وبعد كده بنزل باللحمة آخر حاجة، آخر حاجة بقى هنضيفها هي اللحمة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة.
ببدأ كده افرد الرز كده في الصينية وابين الايه العيش كده من الصينية، يبقى شكله حلو من الاطراف كده. أكلة سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص وتغيير. آخر حاجة بقى هنضيفها هي اللحمة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة.